مرحبا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد خصصته للإجابة عن قناة وياك. فما هي هذه القناة وكيف يمكن مشاهدة هذه القناة التي تعتبر أكبر منصة للأفلام والمسلسلات المترجمة العربية وغير العربية؟ تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. إذن قناة وياك التي أمامكم والتي تحوي الكثير من الأعمال الفنية سواء المسلسلات أو الأفلام العربية والأجنبية والهندية والمدبلجة حصريا على هذه المنصة الكبيرة جدا، فالتي تحوي عدة أقسام كما تلاحظون، أقسام هندية وأقسام المسلسلات العربية والأفلام العربية وغيرها. لا تنسوا الاشتراك في القناة إن كنتم زوار جدد وقوموا بتفعيل الجرس. إذن نواصل الحديث عن هذه القناة الرائعة جدا التي تسمى بقناة وياك، لكن هي في الحقيقة هي منصة وليست قناة بما تحويه من مواد مختلفة كما تلاحظون. الآن هي أقسام المختلفة وحتى الأقسام الترفيهية. أيضا الموقع يوفر العديد من الإمكانيات من خلال القائمة الموجودة الجانبية. يمكنكم التسجيل في هذا الموقع لمشاهدة هذه الأعمال الفنية. لمن يسأل هل هناك قناة على الريسيفر تسمى بقناة وياك؟ لا يوجد قناة اسمها هكذا أو تردد قناة وياك، لا يوجد هذا الكلام، فكل هذا الكلام غير موجود. إذن لا وجود لكلمة تردد قناة وياك. وهذا هو الموقع، يمكنكم تحميله على الهاتف، سأترك لكم الرابط، أو الدخول إلى الموقع أيضا سأترك لكم رابطه لمشاهدة الأفلام. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا لكم.